السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد قطعة الامتحانات الميد تيرم، وحنبدأ معاكم الشابتر الجديد اللي هو الشابتر السابع Assessment of the Gastrointestinal and Urinary System. بالنسبة للشابتر هذا، أول شيء كيف إحنا بدنا إيش المطلوب للأسسمنت أوف ذا Gastrointestinal and Urinary System. ناخد الـ Obtain Health History Related to Gastrointestinal Disorder. إذا بدنا ناخد الـ Health History من المريض كاملة عن الجهاز الهضمي والمشاكل اللي بيعاني منها المريض. In preparation for examination of the abdomen, the patient should be. لازم احنا نجهز المريض في للفحص تبع الابدومين عن طريق انه ask the client to empty the bladder before beginning the examination to eliminate bladder distension and interference with an accurate examination. اهم شيء لازم نخليه يعمل emptying للبلادر، يروح الحمام ينظف يفضي البلادر كاملة، لأنه أي ديستنشن في البلادر هيأثر على الأورجان اللي حواليها وهيكون في ألم أثناء الفحص، إذا هيشكل لي مشكلة في خلال فحصي للأبدومين. عشان هيك لازم يعمل إمتينج للبلادر. Instruct the client to remove clothes and to put on a gown. إنشاء إن يرفع كل الملابس تبعته ونحط نلبسه الجاون مغلق. Help the client to lie supine with the arm folded across the chest or resting by the sides. نخليه ينام على التخت على ظهره supine position، ونخلي إيديه folded across the chest، يحط يديهم على الشيست أو يحطهم على جنبه على التخت. Rising arm above the head or folding them behind the head will tense the abdominal muscle. إذا رفع إيديه على رأسه من فوق أو حطهم تحت الهيد من ورا، هذا بشد عضلات الأبدومين وبيأثر على الفحص. إذا لازم يكونوا الإيدين محطوطات على الشيست أو على السايد تبع المريض. A flat pillow may be placed under the client head for comfort. إذا هنحط مخدة أو وسادة صغيرة تحت الهيد عشان الكومفورتابل للمريض. Slightly flex the client legs by placing a pillow or rolled blanket under the client's knee to help relax the abdominal muscle. إذا slightly flex the client legs، ده نتني رجليه من تحت، بنحط بلو او بطانية بنلفها رول وبنحطها تحت الركبتين عشان نعمل عملية يسهل الريلاكسيشن للابدومينال مصل. هذا رفع الرجلين من تحت الليج، اذا حطينا تحتيهم مخدة او بطانية ملفوفة رول بنحطها تحت الني، بيساعد على relaxation of the abdominal muscle وبنحس الابدومين لاكس واسهل للفحص وتحديد الاورجانز او الماسز او الالم اللي موجود في الابدومين. Drape the client with a sheet so that the abdomen is visible from the lower rib cage to the public area. إذا نغطي المريض بالشيت ونخلي المنطقة اللي مكشوفة ومبينة من عند اللور ريب آخر ريب موجود تو ذا بيوبيك اريا لحد منطقة البيوبيك اريا. Instruct the client to breathe through the mouth and to take slow deep breath. إذا لازم يتنفس من تمه وياخد slow deep breath complete، النفس يكون كامل لما ياخده عميق. This promote relaxation. Before touching the abdomen، قبل ما يلمس الابدومين بدنا نسأل المريض إذا في ألم أو tenderness area موجودة في البطن، عشان دايما هذه نخليها لآخر إشي في الإكزامينيشن ما نبداش فيها. إذا بدنا نسأل المريض في ألم، وين في ألم، وين في وجع، لو لمسته من أبدومين بيصير في عنده على تندر
ألم عند التاتش نحدده وين، ونسيب الاكزامينيشن للمنطقة هذه آخر شيء، نعمل فحص كامل لكل الأبدومين وآخر شيء نشوف المنطقة اللي فيها ألم أو تندرنس ونفحصها. Watch the patient face for signs of discomfort during the examination. أثناء ما بفحص في الأبدومين وبعمل بالبيشن أو لمس لإله، لازم أنا عيني بتطلع على الفيس بتبع المريض، على وجه المريض، هل في ديسكمفورت، هل بشد على حاله، بعص على عينه، دليل على إنه في مشكلة موجودة عنده أو في ألم أو في ديسكمفورت حصل له. Perform the examination in the following order. بالنسبة لفحص الأبدومين يختلف عن الفحوصات التانية، فلازم أنا أبدأ أول شيء inspection، أول شيء في فحص الأبدومين بالإنسبكشن، باللوكينج والسميل، بطلع وبشوف وبفقد الجسم، بعدين بالأسكالتيشن السماعة، بيركشن، وآخر إشي بالبيشن بالجس. هذه الطريقة المتبعة لفحص الأبدومين. Use tangle tangential lighting إضاءة واضحة if available for optimal visualization of the abdomen، عشان نشوف كل الابدومين كامل حتى بالشكل الخارجي تبعه، اذا في blood supply، اذا في veins واضحة موجودة على الابدومين، على الجزء الخارجي منه، اللون تبع، ونحدد بعض التشققات او الوان او اختلاف في اللون تبع الابدومين، فالاضاءة لازم تكون واضحة عشان نحدد إذا في تغير في اللون، تغير في الشكل، تغير في الفيسلز اللي موجودة. Warm hands are essential for the abdominal examination. لازم إيدي يكونوا دافيات، أفركهم في بعض هيك، أدفيهم. أفضل شيء عشان أنا الكولد هاند ممكن تساعد تعمل تنس ذا أبدومين مصل. لو أنا مسكته وإيدي بردات هتحس إنه الأبدومين كش مع الإيدين البردات، فهيعمل الكولد هاندز كوز ذا كلاينت تو تنس ذا ابدومينال مسل، يشد الابدومينال مسل. التقسيمه في ابدومينال كوادرانتس، كيف بنقسم الابدومين على اساس انه ممكن احنا الابدومين كان بي ديسكرايب از هافينج فور كوادرانت، ممكن نقسم الابدومين من عند الريبس لعند البلفيك الى اربع كوادرانت، اربع مربعات، رايت ابر كوادرانت ورايت لور كوادرنت وليفت ابر كوادرنت وليفت لور كوادرنت، اربع اقسام كل مقسمات فيرتيكالي وهوريزونتالي. Another method divided the abdomen into nine region. بنقسم الابدومن الى تسع مناطق، ثلاث اتلات، ثلاثه ابيجاستريك وامبلايكال اند هايبوجاستريك اور سوبرا ابيوبيك، ابيجاستريك والامبلايكال اند سوبرا ابيوبيك. هاي الصور بتوضح الابيجاستريك فوق في التسع اجسام على اليمين، الابيجاستريك في عندي رايت هايبوكوندريام ريجون وليفت هايبوكوندريام، مكتوب رايت هي ليفت هايبوكوندريام ريجون حوالين الابيجاستريك ريجون، في النص في عندي الامبلايكال ريجون، في رايت لامبر ريجون وليفت لامبر ريجون، في عندي الهايبوجاستريك ريجون تحت او اللي هو ال بالانجوينال رايت اليك انجوينال ريجون وليفت اليك انجوينال ريجون. هاي التقسيمات. في عندي الجهه الثانيه مقسم الابدومين الى اربع اقسام، حاطين خط هوريزونتال وخط فيرتيكال، في عندي الرايت ابر كوادرنت، رايت لور كوادرنت، ليفت لور كوادرنت، ليفت ابر كوادرنت، الاربع تقسيمات على اساسها احنا بنستخدم وين نحدد مكان الالم، نقول في الليفت ابر كوادرنت او في اللور ابر، في اللور ليفت لور كوادرنت، حسب المكان بنحدده من خلال التقسيمات اللي موجوده عندنا. Prepare equipment needed, small pillow or rolled blanket, centimeter ruler, ستيسكوب، وورم ذا دايفراجم اند بيل، ماركينج بين، قلم للتعليم عشان نحدد بعض المقاسات على الجلد على الجسم. الجدول زي ما هو نفس الاشي، التكنيك والنورمال فايندينج والابنورمال فايندينج. الانسبكشن زي ما قلنا بنبدا في الانسبكشن، اول شيء بدنا نلاحظ الكاراريشن اوف ذا سكين
observe the coloration of the skin. بنكشف الابدومين كله قدامنا من البيوبك لحد الريبس، وبنشوف السكين may be paler than the general skin tone. اذا اللون الابدومين بتلاقيه افتح من اللون العام تبع الجلد طبيعي. اذا كان في لاحظنا انه بيربل discoloration at the flank على الخصرتين، اذا لاحظنا انه في لون بيربل بنفسجي او قرمزي at the flanks indicate bleeding، بدل انه في بليدنج داخلي. اذا في البيربل كرر موجود على الفلانك على الخصرتين within the abdominal wall possibly from trauma to the kidney، او في تروما للبنكرياس او دودينم or from pancreatitis، او بكون في عنده التهاب في البنكرياس سيفير، فبيديني الكرر اللي هو البيربل كرر على الفلانكس على الخصرتين. The yellow hue اللون او الصبغه الصفراء موجوده في الجوندس may be more apparent on the abdomen، بنلاحظها اكثر. الصفار او اللون الاصفر او الصبغه الصفراء بنلاحظها على الابدومين اكثر. بيل ريدنس مي انديكيت انفلاميشن، يكون في حمار او بيلنس ممكن يدل على انفلاميشن، وممكن يكون في عندي ابروزز اللي هو كدمات موجوده في الابدومين. Note the vascularity of the abdominal skin. بدنا نشوف ال vascularity of the abdominal skin. ال blood supply اللي موجود في ال skin خاصة ال veins. Scattered fine veins may be visible. ممكن نلاحظ بعض الأوردة الصغيرة scattered معلمة على fine scattered تعليمات بسيطة ونقدر نشوفها على الأبدومين. Dilated veins may be seen with cirrhosis. يعني احنا لما بنشوف الدايليتد فينز نتيجه انه زياده في حجم الابدومين، فعند السيروزس بتعمل اللي هو دايليتد فينز سيروزس اوف ذا ليفر اوبستراكشن اوف ذا انفيريور فينا كيفا والبورتر هايبرتنشن اورال اسايتس، كلها هذه بتخلي ان يكون عندي الفينز اللي في الابدومين دايليتد واضحه وكبيره. Note an strict anestria اللي هو الستريتش مارك. الاستريه حكينا احنا في الشابتر اللي قبل بالنسبه للبريست لما بكون هيوج او في بريست فيدنج وبدا ينتلي حليب بصير ستريتشنج في السكين اللي هي زي تشققات او احمرار على اللون احمر بينك او بلوش ان كلر. All the stria are silvery. إذا الجديد إذا كان في استريا بتكون بينك أو بلوش إن كلر. إذا كانت الاستريا قديمة بنحس إن اللون تبعها سيلفري كطبيعي سيلفري وايت. Linear and uneven stretch marks from past pregnancies or weight gain. ممكن تكون موجودة في الأبدومين واضحة نتيجة ولادات سابقة أو نتيجة increase أو في الويت تبع المريض. إذا كان في عندي dark bluish pink stria are associated with Cushing syndrome. إذا الاستريا الموجودة dark bluish زرقاء غامق أو pink قرمزي غامق استريا are associated with Cushing syndrome، بتكون في حالات الكاشينج سندروم واضحه وانديكيتد للكاشينج سندروم. Assess for lesions and rashes، الطبيعي انه الابدومين لازم يكون free of rashes or lesions or raised، ممكن تكون abdomen is free of lesions or rashes. Flat or raised brown moles however are normal and may be apparent. بالنسبة للشمات اللي هي شوية مرتفعة أو على مستوى أو فلات على مستوى الأبدومين مش بارزة، بتكون ممكن تكون إنها هذه طبيعية وما فيش فيها أي مشاكل، اللي هي الشامة اللي احنا بنقول عنها المول، هذا ممكن تكون في الأبدومين وهذا شكل طبيعي. لكن أي تشينج في المول في السايز في الكلر في البوردر ممكن انه يدل على انه في مشكله حصلت في المولز.
bleeding balls or petechiae reddish or purple lesions. البتيكي اللي هي نقط زرقاء او غامقه حمراء غامقه كتير، هذه may also be abnormal. ممكن تكون هذه البتيكي والمولز اللي بتصير فيها bleeding يكون غير طبيعي وفي مشكله. البتيكي هذه بتحصل في مثلا في الاطفال نتيجه مننجوكوكسيميا، بنحس انه في بتيكي صار في الطفل، وهذه لازم نعمل لها بسرعة، نهتم لها كتير لأنه very dangerous disease. بيجي بعد المينينجايتس بيصير سبتسيميا ومننجوكوكال انفكشن في البلد، فبصير في عندي اللي هي الليجنز او البتيكي موجوده. ممكن فاسكولار انفكشن او فاسكولار رابتشر في البريفري ممكن يعمل لي بتيكي كمان. Inspect the umbilicus, note the color والليكويشن with the contour. بدي اشوف الامبلايكال الريجن تبع الامبلايكال، بدي اشوف الكلر تبعها، اللوكيشن تبعتها هل هي في الميد ولا منحرفة شمال او يمين، وبدي اشوف الكونتور تبعها الحدود تبعتها والدائري تبعتها. الامبلايكال سكين تون ار سيميلر تو سراوندينج ابدومينال سكين، السكين تبع الامبلايكال مشابه للسكين تبع الابدومين. السكين تون اوفر اور ايفن بينكش، ممكن تكون اغمق شويه من السكين العادي. اللوكيشن ان ميد لاين لاترال لاين، هتكون واقعة في الميد لاين مع اللاترال لاين، هتكون في النص في المكان الشمال ويمين في سيمتري في المكان تبعها في النص بالضبط. الكونتور انفيرتد اور بروترودينج نو مور ذان نص سنتي اند از راوندين، اذا الحجم تبعها بتكون انفيرتد يا اما داخله لجوه او بارزه لبرا مش اكتر من نص سنتي، واز راوند بتكون دائره مدوره، بتكون مدوره يا لجوه نص سنتي او لبرا نص سنتي، هذا الطبيعي لها. اذا كان في عندنا الامبلايكال كولينز ساينز، ايش يعني كولينز ساينز؟ بكون بلوش اور بيربل ديسكلريشن اراوند ذا امبلايكال. اذا الكولينز ساينز بكون في عندي الكلر تبع الامبلايكس حواليها بكون اللون بلوش اور بيربل، بيري امبلايكس ايكوموزيس، بيري امبلايكس امبلايكال ايكوموزيس، هذه بدل انه في انترا ابدومينال بليدنج. إذا لما نشوف الكولينز ساينز، الكولينز ساينز اللي هو فيه بلوش اور بيربل ديسكلريشن حوالين الامبلايكال، بيكون في عندي انديكيت انترا ابدومينال بليدنج، انترا ابدومينال بليدنج. اللوكيشن زي ما قلنا ان ميد لاين لاترال لاين. اديفييتد امبلايكس مي بي كوزد باي بريشر فروم اماس enlarged organs, hernia, fluid or scar tissue. في إذا كانت مزيوحة عشقة يكون في عندي مشكلة في الأبدومين زحتها من المكان تبعها لآخر، إذا كان في عندي masses، إذا كان في عندي enlarged organs الليفر الهيباتوميجالي، فبيزيد شقة أكثر من شقة، فبنحسها إنها ميالة على المتجاية في الميد لاين بالضبط، مزيوحة على شقة. لو في هرانيا، لو في فلويد اسايتس، ها كل هذا بيأثر على البوزيشن تبعها، فبتكون مش في الميد لاين. ان ايفيرتد امبلايكس اذا كانت طالعه الامبلايكس لبره كثير از سين وذ ابدومينال ديستنشن، بتكون في حالات الابدومينال ديستنشن. ان انلارجد ايفيرتد امبلايكس سجست امبلايكال هيريا، اذا كانت كبيره في الحجم وبازه، وهذا بصير في عند اطفال كثير بتكون طالعه لبرا، بكون احتمال في هيريا امبلايكاس هيريا. عشان هيك احنا في بعض الاطفال بنعمل لهم ضغط عليها انه نحاول انه ترجع لطبيعتها وتبني المصل، خاصه في السن الصغيره من الاطفال.
بدنا نشوف الابدومينال كونتور sitting at the client side، بدنا تقعد جنب المريض على الجنب الايمن للمريض. look across the abdomen at a level slightly higher than the client abdomen. فاقعد انا اللي مستواي يكون اعلى من مستوى الابدومن تبع المريض، وبطلع على شكل الابدومن كيف الطبيعه تبعته. الابدومن ممكن يكون فلات rounded or scaphoid. flat rounded or scaphoid. الفلات ملاحظين انه كله مسطره واحده، كله مسطره واحده. الابدومن سطح الابدومن عدل مستقيم زي الصوره الاولانيه اللي موجوده قدامكم، تحس الابدومن كله زي المسطره عدل. في عندي rounded بتحس انه في انبعاج عامل زي الراود مدور تدوير. الابدومن سطح الابدومن مدور تدوير مش فلات. النوع الثالث سكافويد زي المركب، بكون غاطس لجوه شويه، بتكون غاطس لجوه شويه، وممكن نسميه في النوعيه هذه ميبي ابنورمال اللي هو الموجود. اجينرايز بروتيربرانت اللي هو بارز اور ادستندد ابدومن، بكون في عندنا بروز في كل الابدومن واضح في كل الاتجاهات. or distended abdomen may be due to obesity، وممكن يكون جازز موجود distension ناتج عن غازات في الابدومن. or fluid accumulation or تجمع fluid زي الاسايتس في البطن اللي ناتج عن الليفر سيروسيس. observe aortic pulsation، بدنا نشوف الاورتيك بالسيشن في الابدومن. A slight pulsation of the abdomen aorta which is visible in the epigastrium extend full length in thin people، خاصة في الناس الضعاف جدا ممكن نلاقي نحس البلسيشن تبعت الاورطة في الابدومن. واحنا اخذنا التقسيم الاولانية انه وين بنقدر نشوف الاورتيك بلسيشن، قلنا على الرايت سايد من الاسترنم في السكند للثيرد فوق، وبنزل نزول مع اللي هو الاورطه ديسندنج اورطه الى الاسفل حوالين الامبلايكس، حوالين الامبلايكس. vigorous wide exaggerated pulsation may be seen with abdominal aortic aneurysm، حوالين بنشوف الاورتيك انيوريزم على الديسندنج اورطة عند الامبلايكس، بنحسه بنلاحظ انه في البلسيشن، يعني احنا بنسمع بلسيشن واضحه وكلير الصوت تبعها. اكزاجيريتد بلسيشن لها صوت يعني قويه جدا، وايد واكزاجيريتد وفيجيريوس شديده وقويه وغزيره. البلسيشن حوالين عند الامبلايكس في الاسندنج اورطه، في الديسندنج اورطه ناتج عن ايش؟ اورتيك انيوريزم. اورتيك انيوريزم اللي هو انتفاخ في الاورطه ناتج من ضعف الجدار تبع الاورطه، فبصير في انبعاج بتوسع وبزيد السايز بتبعه، فبكون البلسيشن فيها واضح اكزاجيريتد وايد. observe for peristaltic waves. normally peristaltic waves are not seen although they may be visible in a very thin people as a slight ripples on the abdominal wall. ممكن انه نشوفها في الناس الضعاف جدا، اما اللي ملان واللي جسمه ملان صعب اني انا اشوف البريستلسيس ويف تبعت الانتستين، لكن في الناس الضعاف جدا ممكن انا اشوفها زي سلايت ريبلز اون ذا ابدومينال وول، تموجات على السطح على الابدومينال وول، بحس فيه تموجات ناتجه من البريستلسيس موفمنت. بالنسبه للاورتيك بالسيشن اذا كان في فيجيريوس وايد اكزاجيريتد بالسيشن مي بي سين ان ابدومين اورتيك انيوريزم زي ما قلنا. البريستاليسيس موفمنت، البريستاليتيك ويف ار انكريزد اند بروجريس ان اريبل لايك، على شكل امواج نمط امواج فاشيون نمط فروم ذا ليفت ابر كوادرنت تو ذا رايت ليفت كوادرنت تو ذا رايت لوور كوادرنت. اذا من الليفت ابر
كوادرانت، الليفت ابر كوادرانت، لا عند الرايت لور كوادرانت بتحس حركة الانتستين ماشية بتموج بريبل، بتموج من الليفت ابر كوادرانت، الليفت ابر كوادرانت تو ذا رايت لور كوادرانت، بتضل ماشية ولافة زي عقارب الساعة. بدل هذا على انه في عندي انتستاينال اوبستركشن. اذا لما انا اشوف حركه التموج ماشيه من الليفت ابر كوادرنت رايحه باتجاه الرايت لور كوادرنت بكون في عندي انتستاينال اوبستركشن. هذا الانسبكشن. هل جيت انا بدي اشوف الاسلوب الثاني اللي هو او الميثود الثاني الاوسكلتيشن. الاوسكلتيشن للابدومين كيف بده يكون وايش كيف بدي اسمع؟ زي ما قلنا احنا لازم ندفي السماعه وندفي الايدين قبل ما انا احط السماعه، ما احطش السماعه وهي بارده على الابدومين. اوسكلتيشن فور باول ساوند يوز ذا diaphragm اوف ذا stethoscope اند ميك شور ذات ات از وارم بيفور يو ريبليس ات اون ذا كلاينت ابدومين. تاكد انها دافيه قبل ما احطها على الابدومين. ابلاي لايت بريشر اون or simply rest the stethoscope on a tender. إذا أنا لما بدي أحط على الأبدومين المناطق العادية بدي أبلاي شوية بريشر أضغط عشان أقدر أسمع الداخل تبع الأبدومين، لكن في المناطق اللي فيها تندرنس أحطها حط اللي تكون كاملة الاستدارة موجودة على الأبدومين، الدايفراجم تبعها يكون على الأبدومين لكن بدون ضغط، لأنه الضغط بيعمل ألم عند المريض وأنا بديش يشعر بالألم، بدي أسمع إيش موجود والألم موجود. On a tender abdomen begin in the right lower quadrant, right lower quadrant and proceed clockwise covering all quadrant. من ال right lower quadrant وبطلع طلوع وبلف على الشقة الثانية عكس عقارب الساعة. Listen for at least 5 minutes before determining that no bowel sound are present. إذا لازم استنى اسمع اقل شيء 5 دقائق قبل ما احدد that is a bowel sound are present and that the bowel are silent. إذا اقل شيء انا لازم اسمع 5 دقائق كاملات عشان اقدر احدد انه هل في ساوند ولا ما في شيء، هل في ساوند ولا ما في شيء. Bowel sound may be more active in the right lower quadrant. البول ساوند من الرايت لور كوادرنت بكون اعلى شيء، عشان هيك بنبدا من الرايت لور كوادرنت. Confirm bowel sound in each quadrant. Listen for up to 5 minutes. Minimum of 1 minute per quadrant. لكل كوادرنت 1 دقيقة كاملة. أقل شيء 1 دقيقة كاملة لكل كوادرنت أسمع فيها كامل عشان أقدر أعمل confirm the absence of bowel sound. إذا أنا لازم الفترة الأربع كوادرنت أخذ عليهم 5 دقائق، كل كوادرنت أقل شيء بده ياخذ مني 1 دقيقة، كل كوادرنت بده ياخذ مني 1 دقيقة. bowel sound normally occur every 5 إلى 15 سكند. إذا البول ساوند كل 5 إلى 15 سكند يكون في عندي ساوند للبول، فأنا بدي أستنى إني أسمع 3 أو 4 مرات الساوند اللي هو حوالي 60 ثانية أو أكثر شوية لكل كوادرانت. لكل كوادرانت الفور كوادرانت بدهم 5 دقائق. Note the intensity, pitch and frequency of the sound. إذا لازم أخذ الانتنسيتي والبيتش والفريكوانسي of the sound. A series of intermittent soft click and gargles are heard at rate of 35 per minute. إذا أنا لازم أشوف طبيعي إنه في intermittent soft click gargle are heard. الصوت لازم أسمعه 35 مرة بالدقيقة. 35 مرة في الدقيقة بسمع الأصوات. Hyperactive bowel sound that are rushing, tinkling and high pitched.
إذا الصوت لما بيكون في عندي الصوت عالي هايبر اكتيف، حركة قوية للبريستلز موفمنت، هسمع اللي هو الراشنج ضخ والتنكلينج اند هاي بيتشد مي بي اب نورمال انديكيتد فيري رابيد موتيليتي. هذا بيدينا انه في رابيد موتيليتي هير ان ايرلي باول اوبستراكشن، بدل انه في اوبستراكشن انه الهارت او الموتيليتي بتزيد تبعت الانتستين وبصير الصوت عالي هارش وراشن، فبقول انه هذا ناتج من الانتستاينال اوبستراكشن او باول اوبستراكشن او ناتج من الجاسترونترايتس او الديانة او with us of laxative hypoactive bowel، او بنكون مدين اللاكزيتيفز برضو بعمل عملية زيادة في حركة الامعاء. الهايبو اكتيف باول ساوند انديكيت diminished باول motility. إذا لما بكون في عندي هايبو اكتيف للبول بكون الساوند قليل جدا، باول موتيليتي الحركه تبعتها قليله. كومون كوز انكلود باراليتيك الياس، في حالات الباراليتيك الياس بحس انه الصوت بتبع البريستالسيز موفمنت بكون قليل جدا واطي خافت، والمده بتبعته بتطول بين البريستالس بين الحركه والثانيه. Decrease or absent bowel sound significant the absence of bowel mobility أو motility. إذا ما فيش ما سمعت الصوت بكون في فيش peristalsis movement للانتستين، بتكون واقفة، وفي أسباب كثيرة بتعمل عملية اللي هي البراليسيز بيؤدي إلى وقوف الانتستين عن الحركة. Auscultate for vascular sound. Auscultate for vascular sound. Use the bell of stethoscope. إذا في الأبدومين لما فحصنا تو الساوند للبريستلسيس موفمنت حطينا الدايفراجم، الدايفراجم of stethoscope. هلقيت إحنا إذا بدنا نفحص البلد سبلاي بدنا نستخدم البيل of the stethoscope. Low to listen for بريوتس بيتشد ميرمر، بدنا نسمع البريوتس، هذا صوت موجود في او نسمع البريوتس او البيتشد او الميرمر لايك ساوند برونونسد. فالبريوت بكون فيها الصوت بروي بروي بروي، لما بتسمعه بيدينا النغمه هذه بروي اوفر ذا ابدومينال اورتا اند رينال الياك اند فيمورال ارتري. اذا على كل الاورتيك برانشز كلها في الاورتا والرينال والالياك والفيمورال ارترس بنسمع البرويتس ار نوت نورمالي هيرد. البرويتس ار نوت نورمالي هيرد اوفر ابدومينال اورتا اور رينال الياك اور فيمورال ارترس، ما بنسمعش البروي او البرويتس مش موجوده على خطوط سير الاورتا اللي ماشي على الأورطة والرينال والإلياك والفيمورال، فبنسمعش البروتس. A bruit that indicate an aneurysm or renal arterial stenosis. إذا البروت بنسمعها في حالات الأنيوريزم، aortic aneurysm or renal arterial stenosis. Or renal arterial stenosis بنسمع البروتس. بروي الصوت غريب عندنا مع ميرمر موجود. هذه مناطق اللي بدنا نحط عليها عشان نسمع إذا في أصوات غريبة ولا لا على خط الأورطة أو خط سير الأورطة. Listen for venous hum. في اللي هي الذبذبات تبعت الفينس، فينس هم تموجات الفين، تموجات الفين، وهذه أكتر إشي بنسمعها في الإبيجاستريك أند أمبرايكال أريا، في الإبيجاستريك أند أمبرايكال أريا. شو منطقة الأمبرايكال؟ هي المكتوب فينس هم في النص. Using the bell of the stethoscope، نستخدم الجفا تبع الاستيثوسكوب. Listen for a venous hum in the epigastric and umbilical area. The venous hum is not normally heard over the epigastric and umbilical area. الطبيعي اني ما اسمعهاش لا هم ولا غيره اللي هي تموجات الفينس، تموجات الفينس مش هسمعها. Venous heart
هم هيرت ان ذا ابيجاستريك اور امبليكال اريا اكسلريتد تمبري، فبنسمعها اذا في عندنا ابرود كان انديكيت ان انوريزم اور رينال ارتيريال ستينوزيس والفينس هم هيرت ان ذا ابيجاستريك اور امبليكال، بكون في عندي ابنورمال، في مشكلة موجودة في الانفيرور فينا كيفا، في ديستنشن، في فولنس، في اكتر شيء بيكون فولنس في الرايت اتريوم، او في عندي مشاكل في الضخ البلود سبلاي، في عندي رايت فينتريكولار هايبراتروفي، ممكن انا اسمع اللي هي الابيجاستريك هام زي ما بسمع اللي هو الجاجولار فين، ممكن اشوف الويفنج تبعته لما بكون ديستندد ناتج من رايت فينتريكولار هايبراتروفي، فبحس انه انا بديت اسمع ديستندد هان او في اللور تحت في الابيجاستريك والامبريتر. في عندي البركشن، يعني سمعنا الانسبكشن وشفنا الاوسكالتيشن، هلقيت بدنا نشوف البركشن. البركشن بركس ذا ابدومين فور تونز لايتلي اند سيستماتيكالي بركس اول كوادرانت، اذا انا لازم اعمل بركشن لكل الكوادرانت الابدومينال كوادرانت. ابدومينال بركشن سيكونسز مي بروسيد كليك وايز اور اب اند داون اوفر ذا ابدومين، ممكن امشي حسب عقارب الساعه او امشي من الاعلى الى الاسفل، اور اب اند داون من فوق لتحت والف على الشقه الثانيه. Generalized timpani predominant over the abdomen. إذا التمباني الإيقاع زي الطبلة حسمعه على مسيطر على أغلب الأبدومين because of air in the stomach، بسبب إن وجود الهواء في الاستومك، إذا الصوت في الاستومك بكون ماله تمباني في الانتستين. الدلنس بنسمعه وين؟ في الاوفر الليفر والسبلين، الاماكن الضل نسمعه فوق الليفر والسبلين، اما الانتستين والاستومك هنسمع تمبني. accentuated timpani or hyper resonance is heard over a gaseous distended abdomen. اذا كان في عندي accentuated timpani صوت اعلى واكثر، والهايبر ريزونانس بكون في عندي موجود غازات في الابدومين، في انتفاخ غازات وانتفاخ في الابدومين. بيركاس ذا سبان اوف ذا ليفر باي ديتيرمايننج اتس لوور اند ابر بوردر، انا بدي اشوف المقاس تبع الليفر من فوق ومن تحت قديش المسافه تبعته او الطول تبع الليفر، فباجي تو اسيست ذا لوور بوردر بيجين ان ذا رايت لوور كوادرانت، باجي في الرايت لوور كوادرانت من تحت وببدأ أعمل at the mid clavicular line، وبطلع على الكلافيكل من فوق وباخذ الخط العدل مباشرة mid clavicular line and percuss upward، وببدأ من تحت أبدأ أعمل أدق على الأصبع من تحت وأطلع لفوق، حضل أنا إيش أسمع؟ note the change from timpani، فأول ما بدوك تحت على الانتستين بده يكون إيش الصوت؟ تمبني، ها تمبني تمبني تمبني، فجأة بتغير الصوت لإيش؟ لضل. إذا أول إشي ببدأ من تحت وبطلع من الرايت لور كوادرانت وعلى الميد كلافيكولار لاين عدل على النص مباشرة تبع الكلافيكل وبطلع طلوع، بصير أدق أدق بيديني إيش؟ بيديني تمبني تمبني، وقتيش بيصير ضل بحط خط بحزز دغري mark this point it is the lower border of the liver dullness، بحط الخط وبقول هذا اللور border of the liver. to assess the upper border percuss over the upper right chest at the mid clavicular line، بجي على الشست من فوق على الميد كلافيكولار لاين برضو على خط الكلافيكل and percuss downward noting the change from lung resonance، من فوق هسمع الريزونانس
بدل ماشي لحد مصل الدالنس اوف الليفر، بدل ماشي لانج دالنس دال ريزونانس ريزونانس ريزونانس، وصل لمرحله دالنس، بحط الخط من فوق. اذا هيك انا حددت الخط الفوقاني وحددت الخط التحتاني، بقيس المسافه بينهم، ميجر ذا ديستانس بتوين ذا تو ماركس، ذس از ذا سبان اوف ذا ليفر، هذا حجم الليفر، طول الليفر من الشقتين. The lower border of the liver dullness is located at the costal margin to 1 ل 2 سنتي below. إذا عندي الكوستال مارجن اللو الليفر بيديني اللي هو من 1 إلى 2 سنتي below الكوستال مارجن. The upper border of the liver dullness is located between the left 5th and 7th intercostal space. بيطلع مع الخامس والسابع intercostal space. The normal liver span at the midclavicular line في النص على شيء من 6 ل 12 سنتي. greater in men and taller client, less in shorter clients. إذا greater in men and taller client أكبر في الرجال من الستات، وفي الناس الطوال أكثر من بيكون أكبر من الإكسار. The upper border of the liver dullness may be difficult to estimate if obstructed by pleural fluid or lung consolidation. إذا كان في عندي pleural fluid أو في عندي consolidation التهاب في الرئتين نمونيا مثلا، حيكون صعب إني أحدد الدلنس. ليش؟ لأنه ال consolidation والبلورال فلويد برضو الريزونانس تبعت اللانج، الصوت الريزونانس بده يصير ضل، بده يصير ضل نتيجة ال consolidation. فعشان هيك أنا بقدرش أحدد ال high border أو ال upper border of the liver إذا كان في عندي بلورال فلويدز أو consolidation موجود في اللانج، لأنه بتحول إلى ريزونانس، بتحول الى دالنس، فصعب اني احدد الطبقه العلويه. هيباتوميجالي الليفر سبان، هيباتوميجالي الليفر سبان ذات اكسيز نورمال ليميت انلارجد از كاركترستيك اوف ليفر تيومرز سيروزز ابسس اند فاسكولار انجورجمنت. اتروفي اوف ذا ليفر از انديكيتد باي ا ديكريزد سبان. اذا السبان لما بتكون اعلى من 6 ل 12 سم أكبر، دليل على إنه في عندي هيباتوميجالي، هيباتوميجالي ممكن هيباتوميجالي ناتج عن تيومرز الروزز أبسس، كل هذه بيزيد. في أوقات بكون أتروفي في الليفر، بكون السبان أو حجم الليفر أقل من الطبيعي من 6 ل 12. بيركاس ذا سبلين، بيركاس ذا سبلين بيجين، شوف كيف أنا وين السبلين موجود، begin posterior to the left mid axillary line. إذا باجي لل left mid axillary line، باجي من تحت ال axillary line، الخط اللي من تحت الأباط المتوسط اللي عيد البنزل في نزول، left mid axillary line and percuss downward noting the change from lung resonance to splenic dullness. إذا باجي على الميد من فوق وبصير أدق من فوق على خط الميد كلافيكيولا، على الميد أكزيلاري لاين، الخط اللي ماشي مع الأباط، خط الأباط ونازل. شوف وين في الصورة النصانية بتلاقيه مادة عليه، وببدأ أنا أدق من فوق، هحس فوق هدق على اللانج، هيكون الصوت ريزونانس. وقتيش أنا بضل نازل 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 على الشقة الشمال من الجنب لحد ما يصير الصوت دل، لما يصير دل بحط الخط بتبعه مباشرة، بحط الخط بتبعه مباشرة. بركز داون نوتينج ذا تشينج فروم لانج ريزونانس تو سبلينيك دالنس، لحد ما أصل للدالنس أوف سبلين. The spleen is an oval area of dullness approximately 7 سنتي wide near the left 10th rib، لعند ال left 10th rib، بصل لل الرب العاشر and slightly posterior to the mid axillary line.
Splenomegaly is characterized by an area of dullness greater than 7. إذا كان ال dullness أكثر من 7 سم wide, the enlargement may result from traumatic injury, portal hypertension and mononucleosis. إذا ال dullness اللي أنا أثناء بدو وقست المسافة من فوق ومن تحت ال dullness أكثر من 7 سم, بكون في عندي splenomegaly, بكون في عندي splenomegaly. Perform a blunt percussion on the kidney. بالنسبة لفحص الكدني وال كيف أنا بدي أفحص وأحدد المكان تبع الكدني. بالبركشن placing your left hand, الليفت هاند كلها أنا flat against the costo vertebral angle over the 12 rib. آخر rib موجودة بحط على الزاوية, آخر rib موجودة بحط إيدي بين على الكوستو vertebral angle, costo vertebral angle اللي هي الزاوية اللي بين الرب 12 والفيرتبرال كولوم, الرب 12 والفيرتبرال كولوم بحط ايدي عليها كامل الكف بحطه على المنطقه هذه الكوستو فيرتبرال انجل. يوز ذا النر سايد اوف ذا اوف يور, بسكر ايدي اوف يور رايت فيست اوف سترايك يور ليفت هاند, بسكر ايدي وبالالنر الطبقه الايد التحتانيه اللي بتخبط للبوكس بسكرها بعمل بوكس فيست, وبالايد من تحت بدق على الايد اللي محطوطه على الباك. نورمالي نو تندرنس اور بين از اليسيتد اور ريبورتد باي ذا كلاينت, ذا اكزامينر سينس اونلي ادل صد, هيكون ضل والصوت كأني بضرب في منطقة مغلقة ومسكرة وملهاش أي فراغات, فيش أي فراغات أو هواء, ضل صد ضل كتير ضل, هذه المنطقة إن نتيجة الدق بحص عليها وفي بكونش في تندرنس أو أي مشكلة عند المريض. تندرنس or sharp pain elicited over the suggest kidney infection, بيقول لي إنه في إذا في ألم في كيدني انفكشن, بايلونيفرايتس أو رينال كالكولاي أو هيدرو نفروزيس, إذا في بايلونيفرايتس انفلاميشن أوف بلفيك أو هيدرو نفروزيس, يكون في عندي البلفيك في تضخم أو في فلويدز ابستراكشن, هذا بدلل على إنه في عندي ألم مازال في تندرنس, اذا في مشكله في عندي بايلونفرايتس, في عندي كيدني انفكشن, في عندي هيدرونفروزز, في عندي كالكولاي, فعشان هيك بشعر المريض بالالم اللي موجود على الكيدني اثناء عمليه البركشن او الدق على الايد. البلادر بركشن ask the patient to empty the bladder, واحنا هذا الاشي طلبناه من البداية انه قبل الفحص, لكن بأكد يمكن يكون جمع في بول عنده, فبقول له روح مرة تانية او اعمل emptying للبلادر لانه ممكن يكون جمعت اثناء بداية الفحص ككل. place patient in a supine position, start at symphysis pubis and percuss upward toward the bladder and over it. إذا بنيمه في السوباين بوزيشن وببدأ من السيمفيس بيوبيس وبعمل بركشن لإلها من عند السيمفيس بيوبيس, بطلع على البلادر وبطلع لفوق شوية. You should hear tympanic sound. إذا لازم أسمع tympanic sound, صوت فاضي في هواء اللي هو tympanic اللي هو الطبلة. Full bladder produce dull sound. إذا كان في بول فيها هيكون dull sound. بالنسبة للبالبيشن خلي للمحاضرة الجاي, هيك just enough بكفي عليكم, بدناش قبل ما تراجعوهم أنا بكمل المحاضرة الجاي أو بعملكم cut لمحاضرة تانية إن شاء الله. يعطيكم العافية, شكرا لكم.